السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. كما أرحب في البداية بفضيلة الشيخ عصام تليمة أحد علماء الأزهر الشريف، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك وصحبه المشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك مشاهدينا الكرام. بعد قليل ستظهر أمام حضراتكم أرقام الهواتف اللي من خلالها تقدروا تكلمونا من أي مكان في العالم وتقولوا لنا أسئلتكم على الهواء مباشرة، ومن لم يستطع الاتصال بنا من داخل مصر علي فقط أن يرسل رقمه على صفحة يستفتونك، وإن شاء الله فريق الإعداد يتواصل معه عبر هذا الرقم توفيرا على حضراتكم. ليس هذا وفقط، بل هناك أيضا خدمة الواتساب متاحة للجميع من أجل إرسال الأسئلة مكتوبة، وليس هناك اتصال على هذه الخدمة. خدمة البث المباشر أيضا على صفحة الشيخ عصام وصفحة الشخصية وصفحة قناة مكملين، الصفحة الرسمية وأيضا صفحة برنامج يستفتونك. كل تلك الخدمات مشاهدينا الكرام تحت أمر حضراتكم لاستقبال أسئلتكم مسموعة ومكتوبة على الهواء مباشرة. على بركة الله نبدأ، تعالوا بنا مشاهدينا الكرام نستمع إلى هذا الحديث ثم نعود للتعليق مع فضيلة الشيخ عصام، تابعوا معنا. عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا مشاهدينا الكرام نتوقف حول معنى هذا الحديث مع فضيلة الشيخ عصام. فضيلة الشيخ عصام، لو شرحنا هذا الحديث شرحا مجملا فماذا نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. الحديث يتحدث عن متى يلجأ الإنسان إلى قول حسبي الله ونعم الوكيل، نعم، وإلى الإعداد قبله والأخذ بالأسباب قبل الكلمة. كثير من الناس أول ما يبدأ في أي عمل مظلوما فيقول حسبي الله ونعم الوكيل، بينما لم يبذل الأسباب، لم يأخذ بالأسباب، لم يبذل الجهد، لم يتحرك، لم يخطط، لم يفعل أي شيء. بالضبط كمن يحدث على يده مجازر ويحدث على يده مصائب ويحدث على يده مشاكل، فإذا ما سئل قال: لا، هذا قدر الله. تمام، هو قدر الله، لكن في النهاية ماذا فعلت لتدفع أقدار الله بأقدار الله؟ نعم. يعني الناس تتصور أن خلاص قدر الله إذا جاء لا يندفع، أو أنت مطالب أنك تستسلم. أيوة. لا، هذا كلام غير صحيح. نعم. كمثلا كمن يعلل الانقلاب بأني قدر الله، تمام كان قدر لك تترشح في انتخابات وتنجح. ايوه، اشمعنى يعني لما كنت سبتيها جات لك؟ نعم. لا، زي ما انت ترشحت الانتخابات وخدت بالاسباب وتحركت وجيشت الناس وخدت اصوات فعملت فجنيت ثمره عملك، فانت كذلك تسال لماذا تم. انا بقول ده نموذج لان ده واضح من اوضح النماذج. نفس الحاله النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن اثنين، شخص له الحق وشخص عليه الحق. نعم. صاحب الحق لم يأخذ بالأسباب التي يثبت بها حقه. نعم. إنما الدروش عاش، نعم، بالدروشة وعاش بأنه يأخذ الأمور في أن الدين أو الأمر يسدد دون أن يأخذ به الأوراق التي تثبت. نعم. فالذي أخذ المال ولم يسدد ولم يعطيه مخلصة أو ما يثبت أن سدد الدين، أيوه، طلب الحق، فالشخص طبعا خلاص عاجز ليس عنده أدلة. نعم. فلم ينل حقه، فالمظلوم قال إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حب يعلمه. أيوه. انت تتقال ان الله يلوم على العجز. أيوه. ربنا يحاسبك ويلومك على العجز. تمام. العجز انك انت لا تأخذ بالأسباب، لا تحتاط، لا تخطط للأمر. هل هناك أحد خير من محمد صلى الله عليه وسلم عند الله؟ صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في ليلة الهجرة خطط. نعم. توقع طريق قريش تمشي منين. أيوه. مش العكس، جاب دليل مشرك. نعم. نيم مكانه علي بن ابي طالب رضي الله عنه. رضي الله عنه. في اسباب اكثر من كده؟ لا. ومع ذلك وصل الكفار للغار وقال له: لو نظر احد من موضع قدمي لرانا، قال: ما ظنك باثنين الله وثالثهما؟ نعم. ان لا تحزن ان الله معنا. الشاهد هنا ما قالش طب انا خطط لي من الاول، لا، ان الله يلوم على العجز. هذا العجز قد يكون عجزا ماديا فانت تتأثر فيه. أيوه. وقد يكون عجزا سياسيا. نعم. فتتأثر فيه. وقد يكون عجزا فكريا، لك ما تعلمش الناس، ما تدرسي
التجارب والخبرات. تشارك في ثورة لا تعرف الثورات، تشارك في مرحلة انتقالية لا تعرف كيف تدار. نعم. تشارك في إدارة دولة وانت درويش ما تنفعش تدير حضانة. أيوه. كل ده اسمه عجز. العجز. أو انت تدير مال الناس، بعض الناس أحيانا متدين يأخذ أموال الناس ليتاجر بها. خبرتك إيه؟ ولا حاجة. الناس بتثق في الشيخ عصام، فعصام يقعد يلم من أحمد العربي وحسام الشرباجي وأحمد سمير، بجيب الناس اللي معاها فلوس يعني. إلا أنا معاه، تعالوا فلوس يا جماعة أنا بتاجر. او اخدها اديها لحد يتاجر. طب نعم. حضرتك بتفهم في التجاره؟ لا. طيب ده عجز. انتوا لما ادتوني المال عارفين انا افهم في التجاره؟ لا، ده عجز. ايوه. وتبديد للثروات والقدرات، هذا هو العجز. انك وضعت المال عجزا منك عندما لا يعني مجرد الثقه. طيب انا مش بتاع تجاره، ما بفهمش فيها، اديت انت ايه؟ لانك انت مش عارف تشغل فلوسك. أيوه. فانت الشخص ده ثقه، ثقه انا ما تقلقوش. طيب خد الفلوس وهرب او فشل ومش خبره، هنا مين دي خساره ايه؟ كبرى. وعين بيحصل نتائج عليها خساره في الاخوه والصداقه والجيره ورمزيه الشيخ اللي كان بيتكلم بالدين ده. ايوه. السبب في ده كله ان الله يلوم على العجز. ايوه. لو اننا كل اعمالنا بنقوم عليها بدراسه جدوى وندرس السوق ونتعامل، خد بقى في كل المجالات بهذا الشكل، سواء العجز العلمي، نعم، العجز المالي، العجز السياسي، العجز الاجتماعي، العجز الديني، كل دي الوان من الوان العجز. من الوان العجز. نعم. ان الله يلوم، ولكن عليك بالكيس. يعني ايه؟ عليك بالاحتياط، بالخبره، بالعقل، بالذكاء. الكيس هنا جاي من الكياسه، يعني جاي من الكيس، ان الانسان يكون عنده فطنه. الفطنه. نعم. يعني ايه؟ يعني انا واحد النهارده يقول الله اصل كان اصل حلف لي على المصحف لا يرجع الفلوس. اه. طب ما ربنا قال فاكتبوه. تمام. ايوه. ما ينفعش. خد بقى في قضايا من هذا الشكل كثيره جدا. يقول لك اصل فلان ده جه خطب بنت وبعدين ده كان كل اول ما الاذان يسيبنا ويمشي. اه. طب وبعدين سالته عنه؟ لا ما سالناش. طب حد بيرمي بنته كده؟ في احتياط. يعني الانسان يقول لك حرص من اخوك ولا تخونوش. صحيح. يعني ايه؟ خليك صاحي. اي حد النهارده تتعامل معه بالمال والدرهم يرفض المحاسبه، اوعى تتعامل معه بالمال. واي حد تتبرع له بمال لا يعطيك ورقه او اثبات ودى فين وجاب منين وليه، معناه مهما كانت الثقه يا جماعه. أيوه. يا جماعه اي شخص ليست عليه رقابه وليست عليه محاسبة، ولو كان مين، هذا باب من أبواب الفساد. أيوة. أنت بتفسده وبتفسد المجتمع. بتفتح أنت حتى باب لو من كويس أبواب الفساد. حتى لو كويس، أنا النهاردة أنا هاهمل المال لأنه مال عام، مال تبرع، خلاص مالوش صاحب. لكن لو أنت بتدقق ورايا حضرتك، طب وديته فين؟ فين الإثبات؟ طيب ولا وأنا لو عايز أكسب ثقتك وأنا واخد منك تبرع، والله تقدر تروح لمكتب الفلاني اسأل هيقول لك المال ده اتصرف فيه، وانا بقى حريص على لان ده زياده في الثقه. فالكيس هنا ينطبق على كل المجالات. نعم. انا النهارده ولذلك لما بنقعد نتلاوم النهارده ويقعد الناس والاخوان والمدنيين والمش عارف مين، لا يا باشا كلنا اخطانا. تمام. اخوان ومدنيين واسلاميين وغير اسلاميين، تعالى حضرتك كلنا اتلدعنا من العسكر في 54. صح صح. مظبوط. كان المفروض كلنا ما نتلدعش اللدعه دي في 2011. ايوه. لكن ايه؟ ما عندناش. ولكن عليك بالكيس، ان الله يلوم على العجز. أوه. يا رجل ده هم نفسهم هددونا. ايوه صح. لك على القوى المدنيه لا تنسى درس الماضي. أوه. اللي هو ايه؟ لك 54. ايوه. يعني مش انت لوحدك. لذلك لما يقعد الناس يقول لك لا الاخوان والعسكر، لا يا حبيبي ده فخ مش فخ، ده خطا كلنا وقعنا فيه. مظبوط. محدش يلوم يقول لك يمين ولا شمال، حتى اللي ايده السيسي، حتى اللي راحوا جابوا العسكر عشان انت نفس الحال، قلت الجيش ده نازل يحمي الشرعيه. أيوة. هو كان نازل عشان ينقلب على الشرعيه وياخد شويه ناس كده برتيتا ديكور وبعدين ينقلب عليهم يرميهم في السجون. النهارده بيرمي مين؟ الشيعيين ويسارين ولا حالهم اخوان مسلمين. طب العجز هنا يا شيخ عصام يلام عليه من؟ القاده ولا الناس العاديه ولا الاثنين مع بعض؟ من مارس العجز. بمعنى اذا قاد فيما يخص القادة. أيوة. والشعوب أيضا عليها مسؤولية، عليها عجز. نعم. ليه؟ لأنك اديت للقيادة دي أو للقائد ده ثقة عمياء. أيوة. اديته ثقة عمياء. تمام. الأولى لا، ثقة مبصرة.
كمان كنت انت المفروض لما يخطئ تضغط لتصحيح الخطأ. نعم. انما لا، ده كل طرف بقى وراء الالترس بتاعه، القيادة والافراد بتوعه. ايوه. ويدفعوا اصاب اخطأ هم وراء. لا، الاصل ان احنا اخواننا في كل قضايانا، مش في دي بس. ايوه. الناس ما تبقاش ولا الضالين امين، قاعدة مغمضة وخلاص. واللي احنا ربنا ابتلانا في حياتنا للأسف بأفراد في موضع قيادة يعني بين النبوة والألوهية والعياذ بالله، يعني ما بيغلطش. يهيالي بقول لك الواحد فينا دخل صلى امام، لو سهل مش هيسجد السهل، لك انا ما سهدش، انتوا اكيد سهد يا عم، انت الامام، انتوا مش واخدين بالكم. طيب، وعندك في صلاه الصلاه دي نموذج للقياده والجنديه، للقيادات والافراد. أيوه. لو امام سهى مطلوب منك تعمل ايه؟ اذكره. سبحان الله. ايوه. طيب لو انت بقى قلت لا 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 اكيد الخطا مننا، يعني 400 مصلي. ايوه. وامام واحد 400 غلط واحد صح، زي ما حصل في الفتاح العليم كده لما جه الامام غلط في سوره في القران من قصار الصور ومحدش رده، محدش قال لك مش معقول يكون مش معقول يعني. ما هو بقى دي الازمه، ان انت مش معقول يغلط، مش معقول ينسى، مش معقول ما يكونش في باله. اكيد اخواننا اللي فوق عارفين، اكيد قياداتنا العارفه، اكيد قيادات الحراك الثوري في اي حته. لا، دي ناس حركوا الجماهير. ممكن تكون انت قادر على تحريك الجماهير، لكن لست قادر على قيادتها، لست قادر على التفاوض بها، لست قادر على الانجاز بها. طيب، هنا النقطه ايه؟ ايوه، عشان ما نسيسهاش بس كمبدا عام يعني. طب هو انا بس لفت انتباهي حاجه في اخر الحديث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا غلبك امر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. كان ممكن ان ياتي هذا الحديث في سياق اخر، وكان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على طول كده قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا غلبكم امر او اذا غلبك امر ايها المسلم فقل حسبي الله ونعم الوكيل. لا، لماذا بقى ذكرت هذه التفصيلات وجاء في الاخر فاذا غلبك امر؟ لانه بيعلق على صحابي استهون بالكيس ومارس العجز. أيوة. وعايز يبدا بحسبي الله ونعم الوكيل. فيبقى ده البدايه والنهايه. زي اذكر في مره، دي حقيقه يعني، في سنة 95 كان في انتخابات مجلس الشعب، وكنا احنا من منطقتنا رحنا لدائرة اخرى، كانت الدائرة اللي جنبنا دائرة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. نعم. ورحنا بلد كان الاخوة اللي فيها معظمهم اخوة من اخوان التبليغ وقالوا سلفيين، وبعدين بادئين يدخلوا الاخوان شوية يعني. فوافين في اللجنة وقدام لجنة الاخوات، فاخواننا قالوا ان احنا مجموعه 10 ما كانش عندنا اعاده، وقالوا لنا نروح نساعد الدار اللي جنبنا في الاعاده. فكنا 10 من بلدنا من اوسيم، ورحنا بلد جنبنا بدون ذكر اسمها يعني. المهم قلنا فين؟ قالوا تعالى يا جماعه، يعني اخطر لجنه بتتزور لجنه النساء. فرحنا قدام اللجنه ولقيت الاخوه واقفين، يعني الاخوه الافاضل يعني دول. ففين وجئنا باخت خارجه من اللجنه متقلع نقابها ومضروب القلم على وشها محمر وبتبكي. خير يا اخوانا؟ ده اخت وزوجها مسافر. طب وهتعملوا يا اخوانا؟ فانا اخوانا دول الله يكرمهم يعني من ذوي اللحيه الطويله ربنا يبارك فيهم يعني. فلقيتهم عملوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قلت لهم ده اولها ده خيرها يعني، ده مش اول. قلت له واحنا هنبدا اول حاجه كده هنبدا والله سبحان الله. كنت الحديث لسه ما درستوش وقتها يعني. قلت له احنا لسه هنبدا بحسبنا لسه، ده في الاخر خلاص لما نبقى نخلص نشطب ومفيش امل وماشي. فانا اذكر ساعتها كان اخونا الله يكرمه اللي مسؤول المجموعه بتاعتنا قال لي عصام ما عندناش حد يعني ليه في المعارك والمشاكل ده اللي انت انا بسلمك المجموعه. ايوه. فوقفته خطيبا بين الناس وحرض الناس وبتاع، فراحوا ماسكين الضابط ده. أيوه. رزعوه علقه موت. ايوه. على انه ازاي يضرب واحده ست فيهم، فضربوه بالقلم قبل القلم بتاع الست. تمام. وجابوها تضربه. حقه ولازم يرجع. المهم يعني. أيوة. بعدها احنا طبعا لقينا المدرعات داخله البلد، مش بلدنا، فركبنا نص عربيه. ممكن بقى المدرعات تيجي نقول حسبنا الله. عربيه نص نقل ركبناها ومشينا رجعنا. ففين بعدها بفتره وبتاع جاي بقى المدرعات فاعتقلت الاخوه اللي هم بتوع حسبنا الله ونعم الوكيل دول ما عملوش حاجه. احنا طبعا اللي ايه قمنا بالليله يعني. يا دوب هز، يا دوب هز لحيته والله. طبعا قاعد ظابط امن الدوله يعذب فيهم. يقول لهم انا شيء انا الواد ابني مش عارف ايه اللي حرق واد عينيه ملون واد كده ورفيع هيج عليا الدنيا. مين؟ فطب ما عرفونيش. عزق فيهم يعني اسبوعين مش عارف طلعوه. فهم بعدها جايين يزوروا احد الاخوه في البلد عندنا،
فقالت هذا في ناس بيعزوك قوي نفسهم يشوفوك. فانا اول ما دخلت لازم حسبنا الله ده مكانها. ده مكانها وقتها. مش واحد ضرب لي واحده بالقلم وسوقها في وسطنا وارياف وتبدأ بيها مش حتى لا وحمله نتيجه الكلام ده وتبقى الضريبه تقيله عليه يعني يضرب واحد اخته بالقلم يعني. فبعض الناس للاسف ده مناسب ان الناس تبدا يبقى عايز ده اول واخره. لا يا عمي الحقوق لا تنال بانك تقعد تهتف حسب الله ونعم الوكيل بس. لا لازم قبلها الاعداد والاخذ بالاسباب والفطنه. نعم ما ناس تقول لك ايه هو يعني الظالم ده هيعيش ويموت مش هيتظلم مش هينتقم ربنا منه حسب الله ونعم الوكيل ماشي. ايوه ماشي اخذت بالاسباب لسه بقى اتحركت رفعت قضايا فالقضاء بجمله تحركت اقليميا فالقضاء يعني ديننا مش دين تواكل. لا ابدا ابدا. ولذلك ما ده خلاف بعض الناس كتير معايا ان انا ما بسيبش حقي يقول لك فيه الاخوه ما فيه معنيين اخوه حضرتك اخوه تغلط فتشتي من وراها اسامحك لما تعتذر ما اعتذرتش هشيل لك وبيدك في الارض وفي طيب. حاجه لو هو الراجل اللي ضرب الاخت المرتقبه دي مثلا وانت موجود في حصان وقام جاي معاه حبه عساكر ومحاوطينكم وبتاع وهو وهنضربها واعلى ما في خلكم اركبوه واتكلبت عليك الناس لان في ناس بيقول لك كده بيقول لك إيه؟ لو تكلبت علينا الدنيا والسلاح أيوة والقوه أيوة والعتاد ما نقولش حسبنا الله ونعم الوكيل ماشي ماشي ما نقول الكلام ده امتى. لا انا امنع انا حتى طبعا افترض ضرب ما انت في النهايه انت عايز السلامه لنفسك مقابل الاخت اللي هتسلم. ايوه صح. طيب خلص ضرب فيها وراح منضرب فيه ضرب بالجزمه بالبياده. أيوه. ها برضه حسب الله ونعم الوكيل هتعمل ايه؟ على الاقل يا اخي هتعمل ايدك كده تمنع الضرب عنك يعني فده ما حصلش. انا بكلم ان اخواننا الناس تفهم خطا مش بقول ما نقولش حسب الله ونعم الوكيل. نعم لا ده انا بقولها هو النبي لما قال الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بس بعد ايه؟ اي اعد وخط وجمع ودرب ودعا وقال لهم يخوفوهم حسبنا الله ونعم الوكيل يعني عملت اللي عليا. انما في ناس ما بتعملش ولا حاجه وعايز يبدا وينتهي بحسبنا الله ونعم الوكيل فهو مش عايز يشيل نفسه مسؤوليه. لو واحد أي. في الشارع واحد بيتقتل هتكتفي من بعيد بس حزمان على الوكيل؟ لا طبعا. طيب يقول لك انا خايف على نفسي. طب ما تخاف على نفسك يعني هو ايه هيمنع ما انا وانا وانت واربعه وعشره اتجمعوا خلاص هو ممكن الشخص ده ما يتقتلش خلصت. انما ما الذي يجعل من يتجبر يتجبر؟ ان احنا متفرقين اهل الحق والفرقه ضعف من تعش الباطل الا في غيبه اهل الحق. فده اللي بقوله يا اخوانا وبعض الناس يظن ان التدين لازم تسيب حقك ده مش صحيح. التدين اخد حقي ربما اتنازل عن بعض حقي حينما تعتذر لعجزك عن رد هذا الحق. تمام. انما سعادتك بعض الناس حضرتك عايز يشتمك وعايز يقل ادبه عليك وانت في تقول سامحك الله. لا يا حبيبي منين الكلام ده؟ مفيش. ساعات بعض الناس يستعجب ان مثلا باخد حقي في حاجات يقول لك يا علاقه المشيخ انك تقل ادبك علي. أيوه. هو حد قالكم ان الشيخ يبقى هزق لطوب الارض يقل ادبه عليه؟ او مستباح يعني او المتدين. طب وكنت اشوف ده في بعض الاخوه المتدينين يعني مره احد الاخوه كان قاطع طريق وتحول اخواننا بتوع التبليغ متدين دعوه فتدين فبعض الناس بدات تتغرى عليه بيقول لا انا كنت بلطجي كان الكل بيخاف مني انا متدين الناس يقل ادب عليا. ما ده فهم الدين غلط يا اخواننا. مين قال ان المتدين يبقى معناه خيخه ولا تهايف ولا طول الارض يقل ادب عليه؟ لا طبعا. مش هرد قله الادب بقله ادب بس اعرف اخلي اللي قدامي يحترم نفسه وحافظ على حقه ماشي. انما غلط وجي يعتذر لي خلاص اقبل اعتذاره. تمام. انما لا ايه اللي ادب عليك ويقول لك يعني انا ما فيلك الكو لا انا ما فيلك الكو انا اشيلك وابيدك في الارض على دماغك يعني. فما فيش مين قال الكلام ده يا جماعه؟ مين قال احنا مش مسيحيه؟ اذا نعمل بكل معلش نعمل بكل الاسباب. ما لطمك على الخد الايمن فادر له الخد الايسر ما عنديش كلام. لا ما عندناش احنا ما فيش في الشرع ديننا مش كده. في الشرع في القصاص في الحق وفي خيركم من قدر وعفى. نعم قدر العفو عند المقدره. قدر ايوه العفو عند المقدره انا قادر على انفاذ حقي وبعدين عفو وجاي بتقول لي سامحني شكرا. هنا ساعتها الافضل ياخد بالعدل يا بالفضل. طيب. العدل تاخد حقك الفضل فمن عفى واصلح. نعم. جزاك الله خير. انما انت عاجز ضابط ضرب سامحتك يا باشا وانت طالع حقك اصلا عارف. ما هو ده بعض الناس يا عيني مساخين. مش بقول انك مالكش اجر لا لكن اذا ده اخرك لا تقوى على رد الظلم قول حسبنا ونعم الوكيل. تمام. انما ما تبقاش قبل اخذ الاسباب وانت في اسباب تمنع الظالم ان يظلمك. ايوه عليك ان تاخذ بها
ما بقاش انا اداه زي بعض الناس يقول لك ايه والناس تنزل للصلاه على دكتور موسى بالعين. طب وانت فين حضرتك؟ انا في اسطنبول. طب الناس تنزل فين؟ مش عارف. او انت لو جبت اذن النهارده من سلطه تركيا لك مش هتصلي. ده ابن الدكتور محمد مرسي نفسه قال يا جماعه بدعوكم لصلاه الغائب على والدي في البيوت. أيوة. كل واحد معذور لانه عارف ومطلع وعارف الناس مضغوطه ازاي والكلام ده كله. في النهايه لا نكلف انفسنا الا ما نطيق. هنا ربنا مش حاسب الا ما تطيق. طبعا لا يكلف الله نفسا الا على اللي انت قادر عليه. ايه انت قادر تنصر الناس دي؟ باليد، باللسان، بالكلمه، على قد قدرتك. نعم. زي لو واحد طلب منك مال وانت قادر تديله المال عشان الامر ده ينفذ تأثم. تمام. لانك قادر، انما عاجز عن المال. وذلك ربنا جعل مناط الاعمال الاستطاعه، من استطاع اليه سبيلا. صح. فاتقوا الله ما استطعتم. ما استطعتم. انما العجز اللي هو ايه؟ والعجز هنا مش معصوب بالعجز انك عاجز عن، لا، العجز انك قادر ولكن لا تاخذ بالقدره. ايوه هو ده الشرط، مش العجز. معناه يقول لك طب انا اعمل الشيخ مشلول اعمل ايه مثلا، او انا اعمى مش شايف، او انا ايدي مقطوعه، او انا مريض. لا، ده عجز اللي هو يرفع عنك. انما العجز يعني القادر الذي لا يستخدم ما اعطاه الله من قدره لانفاذ الحق. تمام. جزاكم الله خيرا. كان مهم جدا هذا الشرح الرائع، لان فعلا هذا الحديث يمسنا جميعا في هذه الاوقات. مشاهدينا الكرام، ما فيش حاجه اسمها اول حاجه كده حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حبيبي اعمل واجتهد وخذ بالأسباب التي تعطيك حقك، ولا تترك حقك لظالم، ولا تترك دعائك على الظالم، ولا تترك مواجهة الظالم. ثم إذا غلبك أمر بعد كل هذه الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. نستقبل مشاهدينا الكرام اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أمام حضراتكم على الشاشة، وأيضا أسئلتكم عبر خدمة الواتساب. نستقبل أول اتصال معنا. معنا أم حسين، برحب بك يا فندم. أيوة أهلا وسهلا. اتفضلي يا فندم. أيوة السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك بتقول الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وفي آية أخرى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. نعم. طيب، رئيس الشهيد محمد مرسي يعني هو قال لن أخون الله فيكم، وفعلا يعني ما عمل كل ما في وسعه. نعم. كويس، كان عنده أمال عريضة وكان عنده، لكن يعني حوصر وهوجم وكان يعني اتحارب هو وهو صحيح. رئيس قبل ما يعني طول السنة اللي هو ماسك فيها، يعني ما تمكنش من يعمل ولا حاجة من اللي هو كان يعملها من الحرب اللي كانت حواليه، سواء من قوات الجيش أو من المعارضين أو من حتى الناس اللي خذلوه أو حتى القوات الأخرى والطيارات الأخرى والمعرفش الحاجات دي. تمام. طيب، هما لما مسكوه دلوقتي وكان في قبضتهم يعني جوه السجن، كويس كده، يعني لا حول ولا قوه له الا بالله، خلاص كده. هو دلوقتي يا رب يكون شهيد باذن الله. هو شهيد ان شاء الله، نحسبه كذلك ان شاء الله. انا عن نفسي يعني انا مصدقاه قوي ومتاكده باذن الله. باذن الله يا رب هو من الشهداء وفي الدين يا رب. يعني نسال الله عز وجل ان يقبله من الشهداء يا رب. طيب، هو دلوقتي لما هم بيقال يعني ان هم خيروه، يعني قالوا له اعترف بشرعيه السيسي وتخرج. أيوة. طب هو كان هو ده خارج ارادته. طب ما كان يعترف بالسيسي بقى، كان الناس تخرج وتنصفى من نفسها من اول وجديد وتعمل ثوره. أيوة. من اول وجديد. هل هو كده؟ السؤال بقى يعني هو. وكمان في اخر مره، يعني في اخر مرات يعني لما حصل ان هم عرضوه للموت، يعني تعمدوا يقتلوه واغتيل. أيوة. وما نقولش ان هو يعني كلها موتة ربنا، لكن واراد ربنا كده ان هو يعني الصمود بتاعه ده، الصمود. نعم. ده حرام ولا حلال؟ يعني هو القى. طيب. بنفسه. سؤال يعني هل. طيب. هو القى بنفسه في التهلكه؟ يعني طيب. سؤال، هل هو القى بنفسه الى التهلكه؟ هل ده حرام؟ مش ده، هو صامد يعني هو خشية ان هو يقول، يعني مثلا هو قدوه لينا للناس وهو راجل محترم وعنده كلمته وفضل وقال حياتي انا فداء لألو. نعم. مع حضرتك. ايوه انا سامح حضرتك وفهمت يعني السؤال. تمام. يعني هو قال لان انا اغتصابنا جميعا فداء للوطن، وان. أيوة. انا رقبت دي فداء الشرعيه وفداء ده، وان حياتي ثمن للثوره وكل ده. تمام. حياتي ثمن لكل ده. طب ليه هو ليه يعني وليه يعني حط نفسه في موقف كده؟ ليه ضحى بحياته يعني؟ حاضر. ليه مش الحياه دي مفروض ان هو يفتدي؟ يعني احنا ما نعرفش مصير القتل، انا ما اعرفش ان هم خيروه. طب هو لما تعرض للقتل ما هو فعلا بيواجه الموت. طيب، انا
انا ان شاء الله انا فهمت سؤال حضرتك. حاضر، وهنقوله للشيخ عصام، والسؤال مناسب جدا عما كنا نتحدث عنه في بدايه الحلقه في شرح الحديث. هي ام حسين باختصار يا شيخ عصام بتقول ان يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وفي موضع اخر لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. طيب لماذا الرئيس الشهيد، هي طبعا بتسال الله عز وجل ان يتقبل الرئيس محمد مرسي من الشهداء، اللهم امين، وتقول هذا الرجل صمد وصبر واحتمل كثيرا وكان في ايدي هؤلاء الظالمين وهم خيروه، كما خرج من انباء متواتره في بعض وكالات الانباء العالميه انه كان هناك جلسه بين قيادات وكان من ضمنهم الدكتور محمد مرسي وخيروه انه يتنازل عن كل ده ويخرج المعتقلين والناس، ولكن هذا الرجل اصر على مبدئه ولم يركع ولم يخنع لاي طلبات للعسكر. في الأخير هو ليه ما قالش حسبنا الله ونعم الوكيل، أو مثلا ما غضش الطرف وقال لك خلاص نخرج دلوقتي عن المعتقل من المعتقل ونعمل ثورة من جديد عليهم والكلام ده كله؟ هي بتقول هو ممكن يكون الدكتور محمد مرسي ألقى بنفسه في التهلكة. لا يعني هنا خد بالك من نقطة، موقف الدكتور محمد مرسي هو أشبه كثيرا بموقف سيدنا عثمان بن عفان. صحيح، والله لا أنزع سربالا أو لباسا ألبسنيه الله. نعم، للخلافة الناس اختارته. طيب هل الناس طلبته بالعزل؟ لا، مجموعة ناس غرر بها، وكان برضو مصريين بالمناسبة اللي خرجوا سيدنا عثمان وجم من مصر مصريين بشائعات بتاع تصدقوا الكلام عليه فحاصروا البيت، يعني بعد اتفاقات والأمور دي. رئيس الشهيد محمد نورس كان قدامه أحد خيارين. نعم، اني نازل ويروح خلاص، او اني ياخذ بالعزيمه. تمام، هل يلام من اخذ بالعزيمه؟ يعني سيدنا عمار بن ياسر، ايوه، نموذج للرخصه، صح؟ صحيح. طيب وامه وابوه نموذج للعزيمه، ايوه، مات ابوه وامه شهداء ولم ينطقوا بكلمات الكفر. نعم صحيح. صح، صحيح، وده شهداء وده ابن شهداء. نعم، لكن هل يتساوى من أخذ بالرخصة بمن أخذ بالعزيمة؟ لا طبعا. لا، بس عشان نكون واضحين في دي. تمام، طيب هو أخذ بالرخصة بالعزيمة للدكتور محمد مرسي، أيوة، هل ضرك في شيء؟ لم يضرني في شيء، بالعكس أنا أفتخر به أمام العالم، يعني أقصد هنا أمام الدنيا، أصل مش خبي عزيمة فتفيده وتضرك. نعم، لا بالعكس، ده أفادتك وافادت كل من في هذا الحركه الشرعيه، علمتنا الصمود والصبر والثبات والوقوف امام الظالم. اثنين، دكتور محمد مرسي كان سيموت في القدر الذي ربنا حددوه له. مظبوط، كان ممكن يموت في اقامه جبريه قاعد فيها ويموت في الميعاد بتاعه بالظبط، ولا يكون نموذجا الا الرئيس المسكين اللي اتغدر بيه الله يرحمه. صحيح، لكن ايها اعلى نموذجا؟ ما حدث، ما حدث. طيب الامر الثالث، ويا ريت كان عمل. طيب يا ترى الناس اللي مشت مع الانقلاب اعفيت من التنكيل بها؟ تاخرهم سيادة العليم، هو اللي كان بيشتم الدكتور مرسي نفسه ويقول له 30/6 جايه تقضي عليك، ربنا يفك اسر الجميع يا رب. والله ماشي. انا بقول أنا معاك، يعني حياتك بس بتتكلم عن الناس اللي ايدوا، فانا بقول لك غيرهم هم بيعتقلوا. انا بقول لك بس بقول لك كل اللي طلع في 30/6 و3/7 وما بعد وخارطه الطريق لحد لما السيسي ترشح، تمام، حتى في ناس ايدت حتى في الفض وغيره، ايوه. طيب وبعدين فين الناس دي؟ ولبسوا بجماد. لا، وفي ناس طلع بره ما رجعش طبعا، وفي اللي اتمنع معتقلات، وفي اللي في السجن. هو مش عبد الرحيم مندي اللي اتسجن؟ ايوه طبعا اتسجن في عصر مين؟ مرسي ولا السيسي؟ في عصر السيسي. لا حلو، اذا في النهايه يا جماعه حتى ما الايام اثبتت ده فهم هودي نطق يا شيخ عصام. ماشي، ده فهم هودي نطق بدا يقول انا يعني، ما انا عشان كده بقول لا اللي بيحصل ده كتير بقى. ما انا بقول لحضرتك ان لا، ان المساله يا جماعه ما هياش مساله بس لو زي اللي كان يقول لك ايه، ما هو الاخوان لو يوم 3/7 حضر الكتاتني كانش هيحصل الكلام ده كله. طب ايه علاقه ان ما حضروش بان يتحبسوا ويتقتلوا مثلا لو انت صادق في كلامك؟ ايوه، يعني يقول لك اصل ده كله ليه؟ ايه علاقه ده؟ يقول لك بس انتوا نزلتوا في الشوارع. ما انت يابا نازل في الشارع، يعني انت زعلان ان انا نزلت في الشارع عشان بتاخد مني الحكم، وزعلان انك نزلت عشان تاخد مني الحكم، يعني انت زعلان نزلت عشان يعني اراد امنعك انك تحكم بالحكم العسكري. ايوه،
ومش زعلان انك نزلت تجيب لي الحكم العسكري انك تسرق اراده الناس. فللاسف يقول لك ما هو يعني ايه لو احنا يقول لك ما كان ايه لازمته رابع. طب وكان ايه لازمته 30/6 مثلا؟ ما هو اذا انت هتجرم الاعتصام يبقى اولى تجرم للتظاهر. مظبوط. انما ما حدش فينا جرم لا ده ولا ده الا ما نتج عنه جرائم. اذا اخواننا القصه بعض الناس احيانا ياخدها اصل دلوقتي بيثار في الاعلام يا شيخ عصام ان هناك جلسات تمت بين قيادات كبيره في جماعه الاخوان وحلوا الجماعه وبين الدكتور عامر وحلوا الجماعه يا جماعه وانتم مش عارف ايه وبتاع ونخرج المعتقلين ونبقى زي الفل ونرجع زي الفل. تمام. السؤال بس عايز السؤال هو في جماعه في مصر؟ في تنظيم شغال في مصر؟ الله اعلم انا ما اعرفش. منين؟ في مظاهرات في مصر؟ لا طبعا خلاص. طيب ده حجك فارغه. ايه حل الجماعة؟ طيب وبعدين حل الجماعة يا عم وبعدين هتعمل ايه؟ ولك طلع المعتقلين. طيب هو اللي في المعتقل في الجماعة من الجماعة بس؟ لا طبعا. مع عبد المنعم فتوح من الجماعة حضرتك؟ لا طبعا. زياد العليمي عصام سلطان عصام سلطان لا جاي لك خلاص. زياد العليمي عبد الحليم قنديل كان من الجماعة؟ لا طبعا. طيب اسلام ابي حلم مساجنه وحمد الفخراني كانوا الجماعة؟ لا طبعا. طيب اقول لك ناس ثانيه كتير طبعا ناس كانت يا عم ناس جداً. اعتقلت كانت خرجت على الاخوان وانضموا لمصر القويه والاحزاب اخرى. هو سمع عن محمد القصاص؟ محمد القصاص من الاخوان المسلمين؟ لا طبعا. لا الطير المصري. وهدي لك بقى علي عبد الفتاح احمد دومه احمد ماهر اخوه مصطفى النجار دول من الاخوان؟ لا طبعا. دول من الجماعه؟ طيب لا هقول لك مثلا انت هتقول لي من الجماعه حل الجماعه. طب دول يعملوا عشان يطلعوا من المعتقل؟ ادينا عرفنا ده والاخوان هيحلوا الجماعه ويطلعوا. اللي من 6 ابريل بقى يحل 6 ابريل سامي على نطلع ازاي؟ مواطن عادي يحل نفسه بقى مش مواطن تخلى عن الرتب اللي خدتها والنياشين يحل الجيش. يعني اقصد يا جماعه ده كلام فارغ. يا جماعه انتوا جربتوا مش كذب. انا عيب هؤلاء الناس مره واثنين وعشر لسه بينطلي عليكم واحنا بناخد الالم الخمسين الم على قفانا على سهوه. ايوه 50 قلم على على سهوة على سهوة يبقى مره. ايوه انما لازم نقعد. هو يعني العسكر ده بالغ بيه الذكاء ان المره تروح وتيجي وتتعاد 20 مره ونفس القلم بتاخده؟ ايه احنا شعوب ايه بناكل تطوره؟ مش منطق يا جماعه. فكروا فيها كويس. حل الجماعه. طب وبعدين حضرتك واللي مش من الجماعه هنعرف ايه؟ هو الاخوان عدد المعتقلين نسبتهم كام من الاخوان؟ 50%؟ عدد المعتقلين 80%. ايوه طب طلع ال 20 على الاقل اثباتا لحسن نواياه مثلا ورينا. لا ده انت لسه بتقبض عليهم دلوقتي. لا فما اخواننا مالهاش علاقه. بلاش نقعد نضحك على نفسنا. تمام. ونوهم نفسنا. اصل زي فكرني اول ما اعتقل الدكتور محمد علي بشر فاحد الاخوه الافاضل من الاخوان ومش واحد صغير قال ده كده بقى قفلوا باب الحوار معاهم. يعني انت عبيط يا عم الحاج. بعد رابعه و6 اكتوبر وكل ده تقول لي باب الحوار؟ هو لسه على راي المثل. هو في بعد حرق في بعد حرق الزرع جيره. انا عارف ده راجل قتل لك الاف واعتقل الاف وحرق الناس احياء لسه بقى هيقعد لسه يتحور اخلاقه باب الحوار. حوار ايه يا حبيبي؟ هو كان اتفتح اصلا؟ يعني انا مش قادر استوعب يا جماعه انتوا دماغكم فيها ايه؟ حديث الحديث باين اهو. ايوه عليك بالكيس. ده عقل. هو ده المؤمن الذي يلدغ من جحر واحد مره ثانيه. ده في ناس بتتلدع من الجحر 10,000 مره ويوم ما يتزاكى يتزاكى على اخوه. يوم ما يعمل فيها بقى اور يقول لك لا تعاد انا خبره بقى حريص. ويوم ما يبقى المكر والدهاء مع اخوانه الاسلاميين اللي في الثوره. يعني احنا نقعد تشوف الكيانات الثوريه مع الاخوان وشغل الاحتياطات والاخوان تشترط عليها 1 2 3. طيب والعسكر اخبارك معاهم ايه؟ تشترط ايه؟ لا لا لو قاعد ما بيشترطش عليهم اصلا. في ايه؟ فاذا اخواننا لازم يكون عندنا رويه وعقل واستيعاب لقراءه الناس كويس. نعم جزاكم الله خيرا. ويكفي هذا الرجل انه صبر وصمد وعلم من بعده اجيال ستظل هذه الاجيال تورث هذا العلم الى ابنائها بأن هناك رجال لا يقبلون الضيم كما قال الرئيس الشهيد الذي نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله الدكتور الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي. طيب معنا أم نور من مصر. برحب بك يا أم نور. السلام عليكم استاذ احمد. اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي حضرتك والشيخ عصام. الله يسلمك يا رب ويكرمك. اتفضلي يا فندم.
الله يرزقكم الله يرزقكم. انا اخت لثلاث بنات وولدين. تمام. اخويا الكبير عمل مشاكل مع والدي، فالمهم خرج من البيت وربنا فتح عليه وجاب سياره وجاب عربيه وعايش عيشه كويسه. ايوه. اخويا الصغير اللي هو اصغر واحد يعتبر ده اللي عايش في البيت مع والدي ووالدتي، وهو اللي بيصرف عليهم وشايلهم بصراحه. تمام. فوالدي جه قال انا خايف يحصل مشاكل واخوك الكبير يطلع الصغير من البيت، فجمع معايا ام نور ولا الخط قطع؟ طيب يبدو كده ان الاتصال انقطع مع ام نور. لو تبعت لنا رقمك يا ام نور واحنا ان شاء الله نكلمك توفيرا على حضرتك يعني، ونسمع باقي سؤالك باذن الله. بشكرك على اتصالك. معانا ام عمر من مصر، برحب بك يا ام عمر. ام عمر؟ طيب لحد ما الاتصالات تتصلح. معانا مين من الجيزه؟ استاذ هاشم من الجيزه، برحب بك يا استاذ هاشم. أهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. كنت عايز أسأل الشيخ عصام، بس كنت عايز أسأله سؤال. الشيخ عصام سامعك، اتفضل. بص دلوقتي يا شيخ، السلام عليكم الأول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا والدي عايز يتقدم عريس لأختي. تمام. أختي عندها 13 سنة، 13 لسه ما تمتش 13 سنة؟ 13 سنة. تمام. يعني هي الشهر 9 الجاي تمت 14 سنة. تمام. متقدم لها عريس، متقدم لها عريس، وانا مش موافق يعني عشان خاطر سنها صغير، هو موافق عليهم. العريس ده ايه جنسيته؟ ايه مصري ولا سعودي ولا اماراتي؟ مصري. مصري مصري. لا مصري. عنده كام سنه؟ شاب يعني. عنده 23 سنه. شاب عنده 23 سنه. شاب عنده 23 سنه وبيتقدم لبنت عندها 13 سنه؟ بس طيب. وابويا موافق. طيب انت والدك موافق ليه وانت رافض ليه؟ انا رافض عشان خاطر هي البنت لسه صغيره وبتدرس. هي في سنه كام؟ دي هي راحت ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي. تمام. والعريس يعني هو مش مكمل تعليمه وهو شغال يعني، هو بيشتغل يعني، هو راجل صنايعي ومفيش في اي مشكله، مفيش اي عيوب. ايوه. بس انا يعني انا زعلان عشان خاطر هي لسه صغيره، وازاي خطوبه وارتباط، هل الكلام ده صح ولا انا يعني انا حاسس ان انا. وراي والدتك ايه؟ وراي والدتك ايه يا استاذ هاشم؟ والدتي ما لهاش راي يعني، والدتي محايده ما بين البنين، يا لا. طب والبنت نفسها بتقول ايه اللي هي اختك؟ برضه ما لهاش راي، ما لهاش راي برضه، ما لهاش راي عشان هي لسه صغيره مش مستوعبه يعني. اصل انت اخوها، انت عارف ان اختك دلوقتي، هل اختك بالفعل قادره على ان هي تبقى زوجه وعندها بيت واسره وزوج ومسؤوله عنه والكلام ده كله؟ انت رايك ايه في الموضوع كاختك؟ انت عارفها وشايفها. يعني هي حاليا لا، بس هو مديهم يعني، هو مديهم مهله سنتين عقبال ما يعني ما يحصل خطوبه، سنتين، فتره خطوبه سنتين. طيب حاضر حاضر يا استاذ هشام، هجيبك ان شاء الله. الشيخ عصام يجاوبك باذن الله. في 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 بس حاجه ثانيه اخر عايز اقولها. اتفضل. يعني ايه؟ ومديهم فترة يعني بالنسبة للجواز وسن 18 سنة، عندنا في مصر هنا ما فيش جواز الا بعد قبل 18 سنة. ايوه، ما انا كنت لسه هسألك السؤال. ابويا دلوقتي يعني سامع حضرتك برضو عشان ايه يعني، برضو يا ريت تفهمه او طيب الشيخ، هو بيسمعنا دلوقتي يعني. هو بيسمعنا؟ هو طيب خلاص، الشيخ عصام هيكلمه دلوقتي حالا الشيخ عصام، ويوجه له الكلام ان شاء الله. بشكرك يا استاذ هاشم على اتصالك. الشيخ عصام، هي مشكله اجتماعيه موجوده من زمان عندنا في مصر، بس الغريب ان هي دلوقتي واحد مصري، والغريب الاكثر انه شاب لسه صغير. يعني كان زمان يجي حد من بره مصر والخليج ويروح على القرى الفقيره ويصطادوا بقى البنات اللي هم ايه 13 و14 و15 سنه، ويدفع فلوس كتير ويتجوزها شهرين وبعد كده يسيبها ويديهم فلوس كتير ويمشوا، والناس لحاجه والفقر كانوا بيوافقوا. انما الغريب ان دي اسره مصريه، واخ بيقول لي ان اختي لسه عندها 13 سنه ومتقدم لها عريس راجل صنايعي، بيقول هو الراجل ما بيعبوش حاجه، راجل صنايعي بس عنده 23 سنه، وعايز يتجوز اختي دلوقتي وعندها 13 سنه، وابويا موافق وانا رافض لان اختي لسه داخله ثالثه اعدادي، يعني ما لسه يعني ما فيش حاجه يعني عشان تتجوز او ترتبط او كده. فبيقول ده حرام ولا حلال ولا ايه؟ وبيقول ان والده بيسمع حضرتك دلوقتي، فياريت توجه له الكلام. لا يعني طبعا لابد للاب، يعني كل اب يتمنى ان بنته وابنائه يكونوا احسن الناس واسعد الناس. 13 سنه يعني لا تدرك
معنى الزواج والمسؤولية والحياة والاختيار. نعم. فأنا أنصح الأب الكريم بأن يتريث في هذا الأمر، يترك البنت بتكمل تعليمها ما دام مش في سن في خطورة فيها على عفتها، مش بقى البنت يعني أخشى من انحرافها ولا كذا أو ولد فعايز أتجوزه. إضافة لأن هذا السن مش سن الإنسان البنت تكون فيه قادرة على القيام بأعباء، أولا الاختيار وحسن الاختيار، اثنين على القيام تقييم الشخص نفسه ولا تقييم الشخص. فأنصح الأخ هو بيقول في وسط الكلام إنه يعني مديهم فرصة سنتين يعني خطوبة أو كده وبعد كده الكلام ده. طب سنتين ده يبقى عندها 15 سنة، القانون أصلا ما يسمحش بزواجها. أنا بتكلم في إني حتى عندها يعني سنتين معناها مش هتشوف غير واحد بس، مش معناها هتخليها عايز تشوف أكتر من حد، لا. إضافة لأن فرق السن إذا كان بهذا الحجم في مقتبلها صمش ما 10 سنين تقريبا، مش واحده متطلقه فاتجوزت واحد اكبر منها بفرق 10 15 سنه لعله والله ده فرصتها اللي كده، لا انما دي بنت لسه فمحتاجه، لا تتجوز شاب قريب من سنها، شاب تقدر تفهمه ويفهمها. فلا انصح الاب الكريم، اصلا انصح ان يستمع الى نصائح ابنه وان يترك للبنت حريه الاختيار عندما تملك حق الاختيار وحريه الاختيار والتفكر والتفكير في حسن الاختيار. طيب دلوقتي يا شيخ عصام لو تعارض القانون مع الشرع، دلوقتي مثلا اقول لك البنت خلاص البنت جاهزه للجواز بس عندها 15 سنه او 13 سنه، بس القانون بيقول مثلا ان البنت مش هتتزوج قبل 18 سنه اللي هو بعد ما يطلع لها بطاقه او تبقى يعني انسانه مكتمله الاركان كده تروح تتجوز، هنا حرام ولا حلال جوازها؟ لا ما فيش حد قال انه حرام. اه يعني هي المساله كلها انك لا تخالف القانون. ايوه لان ده القانون يعتبر ذلك عشان البنت تقدر تحسن اتخاذ الاجراءات التي تمثلها قانونا. بس القانون يحميها والشرع ما يحميهاش؟ مين قال ان الشرع مين قال القانون بيحميها والشرع ما يحميهاش؟ ما هو القانون بيقول دلوقتي 18، الشرع بيقول لك لا ده مش حرام. طيب وبكره راح طالعين ناس قالوا 20 22 القانون مبني على ايه؟ انا مش ضد ده 18 ولا 10 ولا 18، انا بتكلم في اني ما اربطش الشرع بالقانون. أيوه. الا لو القانون اتبنى على شرع. تمام. هل القانون حط السن ده بناء على شرع؟ اذا اتبنى على شرع يحترم. تمام. اتبنى على عرف يحترم ما لم يصطدم هذا العرف بشرع. تمام. فنقصد يا جماعه ما فيش شرع بيقول ب 18 20 وغيره، انما عشان ما ضيعش حق بنتي بلتزم بالقانون. تمام. انها معنى هكتب عرفي. آه. طيب حب يطلق خلاص، خلفت، مات، تورث، ضاعت حقوقها كلها. ده اللي بنقصده يا اخوانا، احنا بنتكلم في اني اما انا كنت عايز حياتك تقول الكلمتين دول. العبره كلها مش في ده. أيوه. كل ده مش موجود، مش برضه عظيم مشكلة عامة. انا والله بس السؤال ده مش سؤال شخصي قد ما هو سؤال عام بيحصل في اسر كتير. بس انت بتتكلم في قصة مش مسألة ان عرفي ولا مش عرفي قد ما هو البنت مش في سن تحسن الاختيار اصلا. طيب يقول لك ما انا ابوها عارف مصلحتها. اه مش انت اللي تتجوز وتخلف؟ انا عارف معايا. فاذا انت حريص ربنا، وانت خايف على رزقها يجي لها واحد احسن، ربنا هيبعتها ليها برزقها بواحد احسن، واحد تحبه، بواحد، دي قصه ثانيه مختلفه. وهل لو ابنه قال له انا عايز يا ابويا اروح اتجوز بنت عندها 12 سنه 13 سنه هيقول له ايه؟ هيقتنع بالجنون ويقول له قد ازاي يقبل؟ ازاي تعمل كده؟ احنا ما نتهمش الراجل في نيته ولا في دينه، بالعكس ما مقدرين نيه الرجل وعاطفته، ولكن عليه الا يتحرك بعاطفه تضر بابنته. قرار الحياه الزوجيه مش قرار للاب ولا الام. ايوه قرار البنت اللي هتعيش. هل هي قادره تاخد قرار؟ لا خلاص خليها لما تبقى عندها قدره على اتخاذ القرار. جزاكم الله خيرا. معانا اتصال يا جماعه. استاذ محمد من مصر، برحب بيك يا استاذ محمد. انقطع الاتصال. طيب رجعت لنا ام نور، برحب بيك يا ام نور، اتفضلي. ايوه استاذ احمد معلش انا اسف. انا سمعت حضرتك لحد ما قلتي ان انت اخت لتلات بنات وولدين، وكمان ان اخوك الكبير ربنا كرمه وخرج واشتغل وعمل فلوس كويسه، اخوك الصغير عايش مع والدك ووالدته وهو اللي بيصرف عليهم والكلام ده كله، وبعد كده بقى الاتصال انقطع. تمام كده. هو فعلا بياخد رحمه فينا، هو اللي شايل والده ووالدته، وكان شغال في شركه، وطبعا نتيجه لظروف البلد فالشركه مشيته وشغال كده على بابا وراي يعني. تمام. فوالدي خاف من تصرف اخويا الكبير ان هو يجي في يوم يطلعه بره او يحصل مشاكل، فجمع البنات وقال لهم ان احنا نتنازل عن البيت، يتقيم بالمبلغ زي ما الناس تقول، ويصير اخويا الصغير ده يسدنا حد واحده في واحده. ولما يجي اخويا الكبير يقعد معايا او يحصل الموضوع ينفتح تاني، يدي اخويا الكبير حقه، لان هو كده كده مش هياخد حق اخويا الكبير. ايوه. بس اخويا الكبير قلبه جامد شويه وما عندوش مانع ان هو يقف قدام اي حد، لان هو بصراحه دايما يقول انا مظلوم وانتوا طلعتوني، انت عملت لنا ان ما حدش طلع من البيت، هو اللي طلع بدماغه. تمام.
فانا بسال دلوقتي، هل في حرمانيه على والدي من ان هو يكتب البيت لاخويا الصغير ويبيعه ويقسم لكل واحد نصيبه والكبير ياخد زيه وزينا؟ يعني ياخد حقه. يعني انتوا دلوقتي عشان عايزين تضمنوا الموضوع، فعايزين ان والد حضرتك يجمعكم كبنات واخوك الصغير ويبدا يقيم البيت ويبيعه ويقسم في حياته البيت عليكم كميراث او كتقسيم، صح كده؟ تمام. هو بالفعل عمل كده. عمل كده بالفعل. بعض بالفعل عمل كده، يبدا بنتين وفضل بنتين. تمام. فضل اخويا الكبير ده هنشوف نصيبه كام وهياخده. فهل الموضوع ده فيه حرمانيه لوالدي؟ طيب حاضر. بشكرك يا ام نور، شكرا جزيلا. هو سؤال يا شيخ عصام، ان هي ام نور بتقول هي اخت لثلاث بنات وولدين، بتقول اخوها الكبير خرج بره البيت واشتغل وكسب وما شاء الله، اخوها الصغير يا دوب بيشتغل بس مع ذلك قاعد مع والده ووالدته وبيراعيهم وبيصرف عليهم والكلام ده كله، فهم خوفهم على ان اخوهم الكبير يجي فيهم يمشي أي اخوهم الصغير يطلعه من البيت او الكلام ده كله. يعني بتقول هو الكبير يعني له حياته الخاصة كده وبتاعه، دايما بيكلمهم، بتقول قلبه جامد شوية علينا، يعني دايما بيتكلم بحدة. ايه علاقته باني طلعنا من بيت ابويا؟ انا ما اعرفش، انا بقى لحياتك السؤال. هو البيت ملكهم كلهم؟ ايوه بتاع الاب يعني. بتاع الاب. اه طيب يطلعني من النصيب ازاي؟ ما هو بقى بتقول دلوقتي الوالد عمل ايه؟ جمع اخوات، جمع البنات والولد الصغير ده اللي هو بيصرف عليهم، وقال لهم بصوا احنا هنقيم البيت، وبالفعل عمل كده وباع البيت وقسم وبدا يدي للبنات، وفاضل دلوقتي اللي هو الاخ الكبير، وعشان يضمن الحقوق تبقى موجوده. مين اللي عمل كده؟ الاب يعني. الاب. فبتقول الاب كده عليه حرمانيه ولا لا؟ لا، هو طبعا اذا قسم بالعدل وما فيش عنده مثلا، مش متجوز ولا في امل ان يخلف، ولا وارد يكون في اطفال صغيره هتيجي. ايوه. واحد متجوز مثلا ولسه بيخلف. تمام. فمعناه بيقطع على من ياتي. إذا كان ده التركة، الأصل الإنسان لا يقسم التركة اللي بعد وفاته، تقسم. نعم. لذلك اسمها تركة، تركة يعني ما يتركه الميت. دايما كنا نقول في مسائل الدراسة توفى وترك. خاف. أيوة. والله حد فاهم يقسمها على حياة عينه دون أن يظلم، وبقى جزء صغير يصرف منه عليه في حياته ومرضه ودنيته وأموره، خلاص يعني، لكن مش ده الأصل والأفضل. نعم. فلا، ما دام لم يظلم وأعطى كل أحدهم، كل واحد ما يستحقه شرعا. نعم. فلا مانع في هذا الأمر. اما مساله ان الاخ ويجي يطلع لا يملك. تمام. اي اخ النهارده، انا تعالى مات الاب. هنعمل ايه؟ اعلام وراثه. المحكمه هتقسم بايه؟ بالحق. هيجي الاخ يطلعني منين؟ تمام. الناس بتتكلم في ان ده، هي الناس الغلابه بتخاف. ماشي يعني. طيب جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ عصام، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع الله بكم. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، اشكركم شكرا جزيلا على تابعتكم لينا في حلقه النهارده من برنامجكم يستفتونك. دائما وأبدا بالحب نلقاكم وبالشوق ننتظركم. دمتم في أمان الله.